عزه صار شاب مشارب، عيب جيبه معي على الصبحيات. يو تقبريني، واذا شاب مشارب انا مثل امه بضل. خلصينا بقى، لازم احكي بالموضوع اللي جاي مشانه، بخصوص هذا البيت تقبشيني، باعتبار انت ما جبتي لسلفي الله يرحمه ولا ديرته، فالبيت من حق جوزي الله يخليه لي اياه ويديمه فوق راسي. يعني عم نفكر انه نبيعه ونعطيكي هيك كم قرش تاخدي غرفه ومنتفعاتها وهيك مصروف على الخفيف. يعني رغم كل هالحزن والقهر اللي انا فيهن، جاي عم تقولي لي السلفي انه بده يقلعني من البيت وياخده؟ ولك خلصينا بقى، يكتر خيرنا انه نعطيكي كم قرش ما جبتي للمرحوم شقفت ولا ديرته. اسمعي، من بكره الصبح بتضبي كل اغراضك وكلاكيشك وبتطلعي برا البيت لوقت اللي نقدر نبيعه. لك انا وين بدي اروح؟ ما عندي مكان اروح. لك مو مشكلتي. لك شو مو مشكلتك؟ والله مو عدل هاد. لك خلصينا بقى حاجتي تبكبكي، بكره الصبح بتسلميني البيت. ما بدي اسمع حسك بالبيت عم تفهمي؟ ممنوع تتدخلي باي شيء. بطلع، بنزل، فوت، بجي. انت ما دخلك. لك عبدو، لك يومين غايب عن البيت لا حس ولا خبر، خفت عليك كثير ومن حقي اسالك وين كنت؟ شنو انا مرتك؟ مرتي مرتي مرتي، يعني حرمتي. انت بتعرفي شو يعني مرتي؟ مرتي يعني اللي بتجيب لي اولاد صبيان وبنات وبتفرح قلبي، واللي بيكون بطن ابوه. هاي ما عاد اسمها حرمه ولا عاد اسمها مرا. اي وانا شو طالع بايدي؟ انت بتعرف انه حملت كثير ولي 5 سنين عم اتعالج وما صار حمل. الله ما قدر. انا شو ذنبي؟ ليش الموضوع بايدي؟ ذنبك ذنبك لانه لازم تداري على شمعتك حتى تقيد. اسمعي منيح، ما بتتدخلي فيني بنوب. بروح بجي، بسهر، نام برات البيت، انت ما دخلك. انت هلا ناقصه لما تصيري كامله تبقي بتسالي واحد مثلي. عم تحكي عن جد؟ بالله. يعني صاحبي بكو هو؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. يا قسما بالله العظيم ما عم صدق هالخبريه. رب العزه والجلاله من علي؟ من علي ولا حيصير عندي صبي؟ قل لي يا بي. رح يدور هون؟ رح يدور هون برا عند البحر هيك وقل لي مرحبا يا يابي، كيفك يا يابي؟ رح حمله على ظهري نوفي هيك 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 هيك. ولا قسما بالله العظيم لحط هالشبريه هيون بالشروال ولزوا على العيد واملوا الشبريه واخذوا على الكتاب. والله العظيم والله العظيم بخليه يطلع ارجل واحسن شب بكل العالم. الله يكملها معنا يا ابن عمي ويقدرني انه اساعدك يا رب يا رب. لا تخيبنا املنا يا رب. يا اسمعي سارة، من اليوم وطالع ممنوع منعا باتا تقارشي شي بالبيت. ما بتشتغلي ولا شغلها. انا رح اجيب لك خدامه تخدمي، شطف، غسيل، مسح، غابره. انت ممنوع تشتغلي شيها. اوعي اوعك سلمى، اوعك تغافليني وتعملي عصريه او صبحيها. انت بس بتسطحي وديري بالك على حالك وكل شيء بدك اياه بيصلك لعندك. اوعك تقولي لحدا مشان ما حدا يصيبنا بالعين. حاضر ابن عمي، طلباتك اوامر. بس ام سرور متضايقه، قالت لي انه خبرت خيريه مرت اخوك رضا. ايه مو مشكله مو مشكله، هدول منا وفينا بيتمنونا الخير، بس غير هيك لا. ما بتقولي لحدا؟ حاضر ومفهوم، كل شي حكيته مفهوم واعتبره صار. امرك امر. قومي حبيبتي قومي تسطحي، الله يرضى عليك. بدي اياك تضلي مرتاحه. وحياة الله يا بنت عمي، وحياة الله ومن جمعنا. الحكي باكد لي انه ابننا ما في شيء. يعني لا تنسي انت ولدتي بالشهر السابع، واللي بتولد بالشهر السابع يعني الولد بده شويه عنايه. قال لي خذوا على الخسخانه هنيك بيهتموا فيه اكثر. بعدين ليك كم وحده ولدت بالشهر السابع؟ اليك اولاد احسن مني ومنك صحتهم. صلي على النبي وروقينا. عليه الصلاه والسلام. يعني انت عم تحكي هذا الحكي لانه ابني عن جد ما فيه شيء وصحته على العال، ولا ما بدك تشغل بالي عليه وتخوفني؟ وغلاوتك عندي وغلاوتك عندي وحياه من جمعنا انه ما في شيء، بس يعني بالخسخانه يعني بيهتموا فيه اكثر. بده دواء، بده شيء من خلافه. يعني نحن قادرين نركض بالليالي
صلي على النبي مشان الله. فاير قلبي اكثر مني. والله قلبي ناقصني ومالي مرتاح لكل هالسيره يا ابن عمي. لك كل النسوان بتولد وبتقوم وبتلاقي ابنها على حضن ضممتها وعم شمشم بريحتها. الا انا نمت وفقت ولقيت الدايق ام مسرور بوشي من دون ابني، ترضالي اياها؟ والله حرام. والله حتى الدايق ام مسرور اول ما ولدتي اعطي الولد يعني شوي وشه اصفر ووزنه قليل، سباعي يعني حطه بالخستخانه بيهتموا فيه اكثر، بيدللوه اكثر. بعدين احمدي ربك اللي بيشوف مصيبه غيره بتهون عليه مصيبته، ليكو اخي الله يكون بعونه. قد ايه صار له مستني الولد؟ اجا ولد وزنه اقل من وزن ابنك، بده شهور بالخستخانه، الله يعينه اخي كمان. يعني قام جلي شو بابن اخوك كمان؟ والله بيقولوا صحته منيحه بنوب. نعمت عليك يا سلفتي، هلا بيكون قلبها مثل النيارين الثانيه. والله قلبي حاسس انه ابني وابن اخي رح يجوا بصحه وعافيه، هيك رح يلعبوا بيناتنا باذن واحد احد يا رب. يلا اضحكي بقى خيريه. حاضر ابن. يلا جاي. مين؟ يعطيك العافيه اخي، انا الحكيم عادل. عبدو افندي هون شي؟ لا لا مو هون. خير حكيم؟ ابني صار له شيء؟ بصراحة يا اختي ما بعرف شو بدي اقول لك، بس شو؟ الولد بتعرفي انه صغير، كان مرضان ومناعته ضعيفة. ايه بصراحة ما بعرف شو بدي اقول لك. لك قول. اعطاكي عمره الولد. يا ربي دخيلك بقوي عليك يا ابني، يا ربي دخيلك. لك انزل اجرب بيتك وضب بيتك وعد عيوني يا جبني. يا ربي الله يخليكي، بس خبريني وين عبدو افندي لانه لازم يجي يستلم جثته للولد، ما بيصير هيك الاصول بتقول. حكيم؟ حكيم الله يخليك، انا قبل ما تخبر جوزي بدي احكي معك كلمتين كثير ضروري. ووقفتك هيك على باب البيت والله مو حلوة، مشان الله يا حكيم روح على راس الحارة وأنا بلحقك، ما رح أخذ من وقتك، بس كلمتين القصة فيها حياة أو موت. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يا أختي ناطرك، الله يخليكي لا تتأخري علي. والله حرام اللي عم تعملي بحالك يا خيرية، يعني الحقيقة بقى من الميت جوزك راح لرحمة ربه، لازم هلأ تفكري بحالك. لك شلون بدك يعني فكر بحالي؟ انتي مستقلة اللي صار فيني؟ والله ما حدا بيتحمل. هلا خلصينا، انا جاي احكي معك بموضوع كثير مهم. هلا قبل ما تحكي معي باي موضوع، ليش ما جبتي عزه معي؟ عليم والله بحبه من قلبي، والله بحسه ابني من بطني. لك شو هالحكي؟ عزه صار شب مشورب، عيب جيبه معي على الصبحيات. يو تقبريني، واذا شب مشورب انا مثل امه بضل. خلصينا بقى، لازم احكي بالموضوع اللي جاي مشانه. بخصوص هذا البيت تقبشيني. باعتبار انتي ما جبتي لسلفي الله يرحمه ولا ديرته، فالبيت من حق جوزي الله يخليه لي ويديمه فوق راسي. يعني عم نفكر انه نبيعه ونعطيكي هيك كم قرش تاخدي غرفه ومنتفعاتها وهيك مصروف على الخفيف. يعني رغم كل هالحزن والقهر اللي انا فيهن، جاي عم تقولي لي سلفي انه بده يقلعني من البيت وياخده؟ ولك خلصينا بقى، يكتر خيرنا انه نعطيكي كم قرش ما جبتي للمرحوم شقفه ولا ديرته. اسمعي، من بكره الصبح بتضبي كل اغراضك وكلاكيشك وبتطلعي برا البيت لوقت اللي نقدر نبيعه. لك انا وين بدي روح؟ ما عندي مكان روح. لك مو مشكلتي. لك شو مو مشكلتك؟ والله مو عدل هاد. لك خلصينا بقى حاجتي تبكبكي، بكره الصبح بتسلميني البيت. خيريه، خيريه شو صابك؟ صراحة الحرمة مضبوطة كثير وباين انه مع قلة تغذية، فلهيك لازم تهتموا فيها وبدها حدا يحن عليها. بقصد زوجها، حدا من عيلتها، حدا من ولادها. ما بخفيك حكيم، من فترة توفى أخي الله يرحمه، أخي هو جوزها. والله هيك سبحانه ما طعم أولاد. يعني مرة وحدانية. لك صحي، تتذكر من زمان لما جبنا لك حرمتين وخلفوا، وحدة توفى ابنها ووحدة ضل عايش؟ هي اللي توفى ابنها، هي هي. شو قلت عبدو أفندي؟ هي الحرمة نفسها اللي توفى ابنها لهلا ما جابت غيره؟ ايه لهلا ما جابت غيره. خير حكي؟ والله قلقتني. لا ما بشي.
حكيم عادل يا اختي. لا توخزيني اجيت لعندك مع انه بعرف انك لحالك. بس في شيء مهم لازم اقول لك اياه. لازم تعرفيه وما عاد اسكت عنه اكثر من هيك. انا من فتره اخذت منك صرتين ده. واليوم رح ارجع لك ياهن ثلاث صرات. بس انا بدي احكي الحقيقه. وبدي توب لالله وحد الله ما بيني وبين الحرام. انت استغليتي حاجتي للمصاري. اوهمتيني انه خيريه قادره تخلف بدال الولد 10. لك حتى ما انبك ضميرك. ضليتي عم تذليها وتهينيها. فوق مالك سارقتي لابنا؟ شو عم تخبص حكيم؟ ابن اخي توفى بالخست خانه. ابني هو اللي ضل عايش. وانت بايدك بايدك سلمتني اياه. اوعى تحكي غير هيك ها؟ اوعى. انا سلمتك يا عايش بناء على طلب حرمتك. حرمتك كانت خايفه منك. خايفه انك تطلقها. قدرت تشتريني بالمصاري وانا ضعفت. ضعفت واشتريت ضميري. بس ما توقعت توصل فيها انه تعاملها بهالطريقه البشعه. انا ما راح صدق. ولا بدي صدق الا انه عزو ابني انا! ابني! ولا في غير هذا الكلام لك سارة؟ عزو ابني! انا اللي ربيته وكبرته وعلمته! لك انا بدموع عيوني سويته شب دور بحر! انت وحده كذابه! لا انا مالي كذابه. صح انت ربيتي، بس انا اللي حملته بطني 7 شهور. لك من دمي ولحمي. لك انت شلون قدرتي هيك تعملي فيني من دون ما يرفل لك جفن؟ لك وحرام عليكي. انا هلا عرفت ليش لما كنت شوفه قلبي كان يرقص رقص حس اني انا امه مو هي. المصحف الشريف. المصحف الشريف هو الحكم بيناتكم. ايش كان عزو ابن بطك بتحلفي على المصحف الشريف؟ وايش كان غير هيك؟ اوعك اوعك تمد ايدك على المصحف. شو لك زهرة؟ شو لك؟ الله عبيني ها؟ عزو ابن بطك ولا لا؟ ان شاء الله قولي غير الحكم. ان شاء الله قولي غير الحكم. ابني 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 والله ابني. هيكي بوسي لك هيكي. ولك زهره كلام مضبوط. كيف هان عليك؟ ولك كيف هان عليك وانت تدقي معنا الحرمان؟ لك كيف هان عليك بنت العالم والناس كيف؟ ولك اخي اللي من لحمي ودمي. اخي اللي من لحمي ودمي مات. مات من شان ابنه. ابنه يعني يكبر قدام عيونه ما بيعرفه. لك روحي الله لا يوفقك. لك روحي انت. لا 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 بحياة عزو ورحمة اخوك رضا لا تنطقي في بطال الله. هي ضعيفة ومكسورة. انا بعرف انا بعرف ليش هيك عملت. أنا مسامحتها دين ودنيا، مسامحتها. خلص أمي رجع لي ما عاد بدي منكم شيء. روحي الله يسامحك. الله يسامحك. أنا مفارقة معي. عزو ابني إيش كان بطنك وإيش كان من بطنها لأنه أخي توفى الله يرحمه عزو ابني أنا. أنت اللي قاعدة تحسري أنت. أنا سامحك لوجه الله تعالى لأنه هي سامحتك. بس أنت إنسانة خاينة. خاينة. استغفر ربك. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. ليش؟